مرحبا بكم في مشروع اسطنبول الثالثة. المرحلة الأولى وهي مرحلة سكنية تتألف من 8 أبنية، ارتفاع كل بناء هو 13 طابق. مرحلة الجراند ريزيدنس فرصة استثمارية ممتازة لقربها من المدينة الطبية وجامعة ابن خلدون، كذلك توفر الخدمات الفندقية الكاملة فيها. المرحلة الثانية في مشروع اسطنبول الثالثة عبارة عن مرحلة سكنية بامتياز تتألف من 7 أبنية بإجمالي 524 وحدة سكنية و40 محل تجاري. حصد مشروع اسطنبول الثالثة على 3 جوائز أوروبية كأفضل تصميم داخلي، حيث تم الاعتناء بأدق التفاصيل من جودة المواد المستخدمة إلى الفخامة في التنفيذ لتشكل لوحة فنية فريدة من نوعها. للتعرف أكثر على مشروعنا مشروع اسطنبول الثالثة يرجى التواصل معنا على وسائل التواصل الآتية: